جسير السجبر. باش نحكيو معاك على الاكسيون تاع غدوه اللي باش ننظمها غدوه لحد 12 جويليا، باش ننظمها جسي راس الجبل اللي هي العياد الغرفوي، حكينا عليها اكثر. باهي، اون فيت لاكسيون هذيا انا الديريكتريس نتاعها، هي لاكسيون صارت قبل اون 2012 وكانت عندها يعني اسبي كيفاش حطينا خيمه قدام دار الثقافه وعملنا شويه ديزاتولي، نعملوا شويه كونسلتاسيون للعباد اللي تتعدى اللي يحب يقيس التونسيون يحب يشوف السكر، ومن بعد عملنا شويه اكتيفيتي نتاع اسعافات اوليه عملوها الكرواسون روج، وفي الليل هذه الاكسيون اللي قبل هذه في 2012 وفي الليل كانت يعني فما يعني كي الكونفرنس صغيره عملوها طب باش يعطونا نصايح على رمضان كيفاش يعني تعمل في رمضان وشهر ما سنة حبينا نجيبوا تصور جديد رمضان سي وفات عاد دونك قلنا يعني حاليا ندخلوا شويه نحكيوا على العيد كيفاش يعني صحتك وانت والعيد مثلا صحتك مع الحلو كيفاش تنجم تحافظ على صحتك في العيد ما تاكلش برشا حلو ما تاكلش برشا كيفاش ترجع للنظام العادي نتاعك بعد شهر الصيام وكل شيء ومام طون حابين نشوف فكره ليزاتولي اكثر من حكايه الكونفرنس دونك باش نعملوا خيمه ان شاء الله قدام دار الثقافه مع ثلاثه تاع الشارع بالشراكه مع الهلال الاحمر فرع راس الجبل باش تكون خيمه محطوطه في الشارع نجيبوا شويه دي ميدسان باش تكون معنا زاد دونتيست نعملوا كونسلتاسيون جينيرال للعباد اللي يحب مثلا يقيس طونسيون كيف كيف سكر دونتيست باش تعمل كونسلتاسيون جينيرال للعباد اللي عنده حاجه تنجم تعطيه دواء ولا تنصحوا يمشي يعدي ولا حاجه ومن طون جماعه الكرواسون روج باش يعملوا ديزاكتيفيتي دو سكوريزم باش يعملوا 4 اكتيفيتي دو سكوريزم ان شاء الله هكا في البروجرام دونك الاكسيون تاع غدوه هي بالشراكه مع الهلال الاحمر فرع راس الجبل راس الجبل اي بالشراكه مع الهلال الاحمر والاكسيون هذه ان فيت مش غدوه هكا وان شاء الله باش تعاود بعد رمضان باش تكون في رفرف مازلنا ما حددناش الدات بالضبط وقت في رفرف الشط معناها رفرف الشط ايه ان شاء الله هي باش تكون تكمل الاكسيون هذه وممكن يعني اذا فما نقائص ولا حاجه نوليو نعملوها ممكن اذا فما اضافات جديده احنا باش نشوفوا على ضوء الاكسيون تاع غدوه يعني كيفاش باش تكون